دكتور بول ميشيل مخلوف، اختصاصي بالطب الداخلي والأمراض الصدرية والحساسية. صار لي بمهنة الطب 28 سنة. اختصاص كان على أساس أنه ربيت بجو عائلي، أنه عندي قرايب كتير بهالمهنة، وكان عندي يعني بتعرف الأيام كانت تدل أنه هالمهنة فيني أقدم فيها أكثر من غير مهن، من شخصيتي ومن طموحاتي، وكان على أساس التنقية. العمل الرئيسي الأساسي هو يعرف يكون طويل البال، هي أول عامل أساسي. هلا بيقولوا بمهنة الطب التضحية ضرورية، بفكر بكل المهن التضحية ضرورية، ولكن بهالمهنة بدها طولة بال. طولة بال لثلاث أمور أساسية: طولة بال للسنين الدراسية اللي بده يمضيها الطبيب بحياته، طولة بال على المريض وحاجاته تحي يسمعه ويتحمل أوجاعه، وطولة بال على السنين الدراسية اللي بتتكمل بعد بدء المهنة، لأنه هالمهنة ما بتوقف، بس يبلش يمارس بيضل عندها ديمومة بالتواصل والتعليم والتعلم والتقدم بهالمجال. حسناته أنه بحس حاله أنه مبسوط يقدم معرفة عن حياة الإنسان اللي هي أهم شيء، وعن صحة الإنسان اللي هي أهم شيء عند الإنسان، والسيئات أنه وقته أغلبيته مش لقله، ولكن لازم يعرف ينظم بين حياته المهنية وحياته العائلية. تطلب هالمهنة طولة البال أكثر ما بسموها التضحية، بده يكون الواحد طويل باله كتير يتحمل ويشوف من طولة البال حسنة، مش عذاب أو حالة أساس أو فرض عليه. بشجع عليه كتير، لأنه شباب لبنان اليوم ضايعين، شو بدهم ينقوا، ضايعين لمين بدهم يسمعوا، ضايعين لمين بدهم يتوجهوا. هيدي أحد الأبواب الضرورية بمجتمعنا لتوجه هالشباب.